بالسيدة الزهراء عليها أفضل التحايا والسلام. ويكمل حلقة الترنيمة الشعرية الشاعر رعد السوداني ليعتلي المنصة، فاستقبلوه بالصلاة على النبي والآل. تفضل. حياك الله يبارك فيك ماجور من الصلاة. أتقدم ببطاقات التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله فرج الشريف، كما أعزي مراجعنا العظام والعالم الإسلامي أجمع بهذا المصاب الجلل. المقدمات على الزهراء ما تحتاج بعد، ولا وحب أختصر وأفسح المجال، بس أقول هي مو كل زهرة زهرة. أقرأ مقاطع الأمير المؤمنين واختم قصيدتي للزهراء عليه السلام. وحتى عيسى بأمر من رب السماء، وحتى عيسى بأمر من رب السماء، إيصل في خلف ابنك القائم لو ظهر. يعني عيسى يا وريث الأنبياء إيصل لخلفك يا ابو المهدي المنتظر. إذن واجبنا نصلي على الرسول، اشمل فضي حسين اسمك وانذكر. الثانية بأعلى أصواتكم. الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. شوية شوية. أنا اليوم ويا شغلت ويا الإمام علي، أقرأ له قصيدتين وإنه بعرج على الزهراء، والما يحب على مشكلته هاي. علي علي هو صراط الدين والميزان، وهو الحكمة والعبرة. علي علي منبع علوم الكون، سر الحرف والأوفاق والجفرة، هو الأول الآخر، وهو الباطن الظاهر، وهو الآية الكبرى. قبل لا ينزل القرآن بالإنجيل والتوراة مر ذكره، وزيدك علم يا مسكين يتجه العلو قدره. كل الناس يوم الحشر مرعوبين، بس الشيعة مبتشرة عتها سكوت بالجنات من حيدر عن الكرار مختومات بالعشرة. سلطان السماء والقاع والفقار والميزان البيت وازن، لا إيمان لك البشر ما يواليك، ولهذا السبب بيك احنا آمنا. ياهم من الولد خر ساجدا لله وتشاهد وأذن من زغر سنه، انت اللي تليت الصحف وانت صغير، وانت اللي بالمعارك دوم لك رنه. ما نتحيز التاريخ هيك يقول، كذاب يقول العلي تحيزنا. شاعوا ام عبوا انت ولي الله وانت ايمان كل الشيعة والسنة، واللي يعترض ويقول مو معصوم لو جده يجي ما يدخل الجنة. باردة هاي باردة، صلوا على محمد وآل محمد. أطول أطول يا حديث ويا أختصر، إذا كان الحكي مخصوص للزهرة وبي من أبتدي،
بالضلع بالبسمار بالأول أبتدي لو باخر الزمرة وشو أصف لكم أثر دفرات فوق الباب لو نيران وسط البيت متوجرة اش ما غض النظر عن السوالف هاي أحس قلب الشعر مختنك بالعبرة ما شايلها عقل الصار فعلا صار باب القلع خيبر واحد يدفرة ما شايلها عقلي الصار فعلا صار باب القلع خيبر واحد يدفرة نعم صار الصدق مو شغل قيل وقال ومو شغلة حكي وبيناتنا انسطرة انجام لش وقت وانضمضم الجندوب الحقيقة واضحة وسنونها مكشرة ليش اكتب شعر يرضى هذاك وهاذ وبنفس الوقت اخسر رضا الزهرة اش حالات الحكي لو صار عالمكشوف والعدك تذيع بأول النشرة دخل نحكي الصدق باكر ورانا حساب هاي تشمقر نتراقن بجفرة من هو ويجي ويخلف رسول الله ويتجاوز حيدر علي بكبره ويتفضل شلون ويتفضل شلون اللي يعبد الأصنام على اللي كسر الأصنام من زغرة رسول الله وصاهم بابو الحسنين ولما مات كلهم خالفوا أمره ضربوا فاطمة وشبقوا داح الباب وضد آل النبي كل من علن غدرة بسقيفتهم بسقيفتهم قلب مكسور للزهرة بسقيفتهم قلب مكسور للزهرة ويا كسر القلب قلوا لشي جبرة ولو نفرض عذرنا سوى هاي وذيج رب الكون أبد ما يعذره خجلان الزمان ومستح التاريخ وعيون السقيفة من الفشل حمرة يا فاروق هذا وهذا يا صديق إذا صديقهم قول النبي زورة معروفة فدك ملك النبي المختار ولما مات صارت ملك للزهرة وغصبوها غصب بغضن ببالحسلين واستولوا على القيعان والثمرة وقريت ايش قد كتب عن الثلاثة هواي ولي هسه ادور بالكتب بقرة ما حد غيرهم شق وحدة الإسلام وما حد غيرهم حط للفتن بزرة